معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر، أهلا بك. ما آخر التطورات إذن، خاصة بعد هذه الدعوة من الأمم المتحدة لإثيوبيا لإجراء مصالحة حقيقية؟ مرحبا ميشا. يعني ما يجري الآن في إقليم تيغراي يعتبر بالنسبة للحكومة هو إعادة ترتيب الأوراق من جديد، باعتبار أنها عينت مديرا تنفيذيا للإقليم ليباشر عمله. لا ندري إما إذا كان سيبدأ من هناك أم ما زال أيضا هو الآخر يرتب ملفاته من أديس أبابا. المطلوب الآن هو حسب الحكومة الحالية إعادة الأمن والاستقرار، خاصة وأنها قد عبرت الحكومة نفسها عن قلقها من وجود ديوب ربما تتجاوز إلى أن تكون بشكل حركات مسلحة تستعيد عملية الاستقرار والسلام في الفترة القادمة. لكن قالت أنها قد عملت تحوطاتها الكاملة لاستقرار الإقليم مرة ثانية. البرلمان بالأمس كان قد ألقى باللوم على أبي أحمد بأنه قد تأخر كثيرا في توجيه الضربات لحكومة جبهة التيغراي باعتبارها تعدت على القانون والدستور. في المقابل قد يلوم أيضا المجتمع بشكل عام أبي أحمد لعدم استجابته للحوار بأن الحوار كان هو الطريق الأمثل، لكن أبي أحمد قال أنه صبر على كثير من القضايا المتعلقة بالإقليم الخاصة، وأن إقليم تيغراي كسكان يمثلون 5% من سكان إثيوبيا وتمتعوا بشكل كبير خلال السنوات الماضية من الاستئثار في الجوانب الاقتصادية والسياسية بإثيوبيا، وينبغي الآن أن يعاد ترتيب الموارد بالإمكانيات والحجم الذي ممكن أن تستفيد منه أقاليم إثيوبيا بشكل مختلف. الوضع الذي يقلق الآن الأمم المتحدة، هناك جوانب إنسانية كثيرة يجب أن تتوقف عندها الحكومة وتعالجها بشكل أسرع. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور.